تكريم فريدة باليزيد هو تكريم كل يعني تكريم الكل النساء اللي كيشتغلوا في الحقل السينمائي المغربي من تقنيات من مخرجات من كاتبات سيناريو، وهذا تشريف للمرأة المغربية بصفة عامة. كنتمنى الزميلات ديال الفنانات التوفيق في المسيرة السياسية والتشريعية ديالهم، وهي تجربة مهمة جدا. مريم فتحي كنبغيها بزاف وغزالة ديك البنت، والله يحفظها والله يحميها، وجو سي كو هي قوية لداخل وان شاء الله تكون بخير اليوم معها ان شاء الله. شكرا. تحية لريم. مرحبا بك الخير، ميرسي بوكو، شكرا لكم على التواجد معنا. كيفاش جاتك العوده ديال المهرجان؟ والعوده ديال المهرجان ممكن الا نكون فرحانه بها بحال كل الفنانين المغاربه وكذلك الجمهور المغربي. فمهرجان اللي عنده تبارك الله صيت دولي، اللي كينهض بالسينما المغربيه وكيرقى بها المستوى العالمي. كنتمنوا ان شاء الله الافلام المغربيه تكون متالقه في هذه الدوره، كنتمنوا ان الفنان المغربي ايضا يتالق عالميا، واقبلينا كاملين فوالا. تحيه لكم، تحيه لكل الجمهور اللي حضر اليوم، الجمهور المراكشي الغزال. كاين جزء ثاني ان شاء الله، وغادي نبداو كنصوروا ان شاء الله في الاخر ديال هذا الشهر، وما كرهناش يكون فيه شويه ديال الضحك وديال الفرح، ولكن السيناريو حنا في يد فاتي اليوسفي اللي كنرجع له تحيه كبيره. التكريم ديال فريده باليزيد في المهرجان ومازال التي نحضروا بعد السهره، تنحضروا السهره، فكره رائعه. الله يحفظك، تحيه كبيره ليها، كنبوسها من هذا المنبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.